اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة أفكار إسلامية ترجو لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. عليكم رجل من أهل الجنة، من هو صاحب تلك البشرى وما هو العمل الذي كان سببا رئيسا ليصل إلى هذه البشرى العظيمة؟ دعونا نتابع سويا أحداث تلك القصة الحقيقية، هذه القصة العظيمة التي وقعت في زمان النبوة. لكن قبل ذلك رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا باستمرار، وأيضا الضغط على زر لايك لنعرف عدد المهتمين بهذا المقطع. بكم من جديد متابعي قناة أفكار إسلامية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فجأة يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل عليهم الآن شخص من أهل الجنة. التفت الصحابة يريدون معرفة من هو هذا السعيد الموفق المحظوظ. يدخل عليهم رجل من الأنصار وهو حامل حذاءه بيده اليسرى، ثم يكملون مجلسهم. وفي اليوم الثاني أيضا أثناء جلوس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث نفس الشيء. يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فيلتفت الصحابة لمعرفة من هو هذا الشخص، ليتفاجأوا بأنه نفس الرجل الأنصاري الذي أتى في الأمس. وفي اليوم الثالث يحدث الشيء نفسه للمرة الثالثة. هنا يقوم عبد الله بن عمرو بن العاص باتباع هذا الرجل أثناء خروجه، فيلحقه يريد معرفة قصة هذا الرجل وكيف تمكن من الوصول إلى هذه المكانة الرفيعة التي يتمناها كل مؤمن ومسلم في هذه الحياة. يقول عبد الله لهذا الرجل: إني قد تخاصمت مع أبي وحلفت أن لا أعود إليه إلا بعد 3 أيام، فهل لي أن أمكث عندك هذه الفترة؟ فيوافق الرجل على ذلك ويذهبان معا إلى منزله. وبقي عبد الله 3 أيام، ولكن المفاجأة بأن هذا الشخص لم يكن يقوم بأي شيء مميز، حتى أنه في الليل لم يكن يقيم الليل خلال هذه الأيام، فقط كان يذكر الله عندما يستلقي ويستيقظ لأداء صلاة الفجر، حتى أن عبد الله كاد أن يستصغر عمله هذا. وبعد 3 أيام وقبل خروج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند هذا الرجل، أخبره بأنه ليس بينه وبين أبيه شيء، وأخبره بما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال له الأنصاري: عملي هو الذي رأيت فقط. وأثناء ذهاب عبد الله نداه الأنصاري وعاد إليه، فقال الأنصاري: هناك شيء آخر لا تعرفه، فإني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه هي التي وصلت بها إلى الجنة، وهي التي لم نستطع عليها. فالفائدة من هذا الكلام أيها الإخوة: سامحوا ولا تحسدوا أحدا، وكونوا طيب النفس تسعدوا في دنياكم وآخرتكم. الحديث كما ورد في الصحيحين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل، وكذلك في اليوم الثالث. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه تبع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذلك الرجل، فطلب منه أن يؤويه في بيته 3 ليال، فرحب به الرجل. فلما مضت 3 ليال قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار. فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه، لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فهذا الصحابي الجليل لم يحسد ولم يحقد ولم يترك في قلبه عداوة لأحد، بل عفا وصفح وغفر وسامح، فكان ينام وهو مطمئن الفؤاد، طيب النفس، مرتاح البال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. نعم عباد الله، هكذا تصنع قيمة العفو بصاحبها، تلكم القيمة الإنسانية النبيلة والشيمة الأخلاقية الأصيلة التي جاءت بها الرسالات السماوية السابقة وأكد عليها ديننا الحنيف، فهو دين قيم يعتني بالأخلاق عناية فائقة ويرعاها رعاية بالغة، ولخلق العفو فيه شأن عظيم ومقام كريم. فلقد بشر هذا الصحابي الجليل بالجنة وهو في الدنيا يمشي بين الناس لنقاء سريرته وصفحه وعفوه طاعة لربه وتقربا إلى خالقه الذي يحب العفو ويأمر به. قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الفاضلة على أفضل وجه وأحسنه وأتمه وأكمله، فكان العفو صفته وشيمته وخلقه وهديه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ودعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العفو فقال: يا عقبة بن عامر،
صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. أيها المؤمنون، قال الله سبحانه: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فالمحسنون يحبهم الله عز وجل لصفاء قلوبهم وسلامة سرائرهم ونقاء باطنهم وظاهرهم، ويثيبهم سبحانه على عفوهم وإحسانهم، فيعفو عنهم كما عفوا عن غيرهم. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن عفوتم فإن الله تعالى يعفو عنكم ويأجركم أجرا عظيما. قال تبارك اسمه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فيا فوز من عفا وصفح فلم يحمل غلا، ويا سعادة من غفر وسامح فلم يحمل حقدا. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول.